السلام عليكم. هاي جايز، اتس باسل، اتس فارس. السلام عليكم، عاملين ايه النهارده؟ هنجي لكم بفيديو جديد. ويز ويز واتر كولر براش بنز. ايوه زي ما فارس قال لكم كده، اسمه واتر كولر براش بن. الماركه بتاعتها بنفانج، ما اعرفش ايه في ستورز. دي فاكرين المحل اللي انا قلت لكم عليه سيلف ستور؟ دي ستورز في ستورز بي 20 وين كنا بي 1 دولار. المحل بتاع السيلف ستور اللي كان منزله فيديوهات عنه قبل كده، هي كنت مشتريه من هناك. لما دورت عليها على النت طلعت ب 20 دولار، واحنا كنا جايبينها بدولار واحد بس. دلوقتي هوريكم، استني بس هوريكم بتستخدم ازاي، عشان لقيتها طريقتها اصلا غريبه كده، فبحثت عليها وعرفت الطريقه بتستخدم ازاي. مش خد ده شغال يا باسل، خد. لا لسه مش ما عملتش البراون، لسه ولا البراون شغال؟ البراون شغال برضو. وده طيب، عاوز تعمل اليلو؟ يعني طيب هنشوف الطريقه بتاعته ازاي دلوقتي. الاول بنفتح الغطا كده زي ما انتم شايفين، وبعدين في الحته دي بتتفتح. I know how to do that easy. انت بتاعتك اصلا معمول ده يا فاس؟ اه ده معمول يابا اهو. وبعدين في دايره بيضة هنا اهي، دي بتتشال. Oh, that's so good. وبعد كده بنركبها تاني. استنى بتسمعي تكه في الاخر كده اللي هو فتحت الخرم اللي جوه. هوريه لكم تاني. هو شلت بتاع البيضة دهيت عشان تفتح الخرم ده. ده في حاجة هنا اهو، انبوبة جوه المفروض بتخرم دهيت، عشان دي مليانة دي مليانة جواها الالوان نفسها. بعد كده بعد ما بتقفلها، المهم يبقى عندك صبر شوية بقى عشان بتدوس. بص شايفين الحتة اللي هنا دي، بتدوس عليها تضغط عليها لغايه ما اللون ينزل في الفرشه اللي تحت. ده دي فرشه اهي، بدل ما تجيب فرشه والوان وتحط في الفرشه دي بتنزل على طول. استنى يا فاس، لسه ما نزلتش، لسه تقعد تعمل كده لغايه ما تنزل اللون. تهيألي اهو، بص كاسي. استنى اهو اللون بدا ينزل فيها اهو في الفرشه. استنى يا فاس، استنى يا فاس اهو، استنى اهي شايفين اهو، تلون بقى بيها وترسم عادي جدا. الوان ميه جميله اهو، شوف افتحوا وجربوا كده. ورينا الرسمه بتاعتك يا فاس، هترسم ايه؟ اعمل الريد وبعدين وين. ده مش شغال كويس، نشوف لون تاني، نشوف البامبي ده. البيضة دي الأول، لفها. ما هو ده شغال يا بابا. أدام الفرشة هنا ملونة أهو، يبقى ده شغال أهو. Who did it؟ أنا اللي عملته. Did you do all of them؟ لا، اللي هتلاقي الفرشة بيضة ده لسه ما اتعملش. ارسم يا بس، ورينا بترسم إيه. ارجع كده هنا شوية. كاسل وات تاني، نعمل واحدة تانية اهو اهو. ايوه جامد. وبعد كده تقعدوا تضغطوا عليها. اه بص بدأت تنزل اهي، شايفينه؟ او ماي جودنس. استنى اهو، انت اسم هنا، ممكن نشوف صفحه تانية عادي يعني. اهو لسه عاوزه تظبط شويه. Me too. But it dries so fast. It's like pens. ما هو هي حلاوتها في كده، اللي هو ما تبقاش الوان سايله خالص كده، هي الوان ميه حلوه بس بتبقى ناشفه على طول. Yeah, I think this is the best pens ever. دي احلى الوان جبتها؟ Yeah. My work blue. جميلة اهو، بص اهو. اه I want to see what this does. لا دي بقى blending. لا دي مفيش حاجة. Blend. دي لا، ده بتحط فيها ابيض، قصدي مية. دي فاضية. ده ممكن تملاها مية. ولو عاوز اسمها ايه؟ تخفف اللون اللي عندك، يعني انت عامل لون هنا
استنى ما نجربها كده اهو، دي اهي بتطلعها اهو، وهنشوف هنملاها ميه دلوقتي. انا مليتها ميه اهو، ماشي. هنشوف اسم حاجات تانية بالوان تانية، ونشوف في الاخر بس اللي رسمت ايه، ونقفلها في بيج تانيين. اعمل في صفحة تانية، لازم تضغط على الحتة هنا دي، في حتة فيها الخطوط اللي هنا دي، هيت اضغط عليها كويس لغاية ما تلاقي في لون نازل كده. حاسب بس. look شايفة؟ اهي شاط. دي بقى بتاعت It's fun. فن. دي بتاعت المية، هنشوف هتخفف اللون ولا لا. Okay, do it to my red. عاوزين لون يبقى غامق شوي. What? They don't have to do anything. استنى بص. It's just water. لو عايزة اطلع اللون ده، استنى بس، هي مش بتعمل حاجة. Yeah, ده اللي لونها بقت. طب استنى نشوفها هنا، هات المنديل كده نمسح دي. استنى بس، مش ببقك يا بابا، هات هتعمل هات. Okay, I think I'm done. Wow, that's so much. استنى كده بس، يا دوبك بتبلها بس تاني. Yeah. ما بتعملش حاجة. يعني ممكن خدت من اللون شوية حواليها. لا ما عملوش لازمة الأبيض ده. Okay. أو ممكن هم حاطينه زيادة بحيث إن أنت تملاه ألوان بعد كده تاني يعني. Oh, maybe. لسه بتاعتك هي بس ما اتعملتش. I just want to do. وإيه أنت رسمت إيه فارس هنا؟ فارس رسم الوشين دولت، واحد مدور واحد مربع. والنجمة فوق. وهنا ايه دي؟ جبال دي؟ لا دي فاير. فاير؟ طيب لسه شيل الحته البيضه دي الاول، افتحها. I don't know. وباسل رسم ده بيت، ده باسل ولا ده ايه؟ كاسل. كاسل. قلعه. ايوه شيل الحته البيضه دي، بعدين نركب دي تاني. لفها جامد. ايه رايكم في الالوان؟ فيها 12 لون زي ما انتم شايفين اهو. في لونين اصفر، ليه في لونين اصفر؟ وين كده؟ كاسي لايت. ده لايت وده غامق. وين يا بس؟ اضغط عليها بقى. استنى لسه ما تقفلش كويس. بس مع اي نفرت كويس؟ اقعد تدوس عليها هنا كده. يلا You need to be super patient because this takes a long time. بتعلمك الصبر الالوان دي. This is so hard. Look, I just وين؟ I just not do. I think this thing is not good. وين يا بس؟ يلا احنا نسيبكم انتوا بقى تكملوا. Oh, I did it. عملتها؟ Finally. نسيبكم انتوا تكملوا ونقول لاصحابنا باي باي. باي. هنقول لهم ايه الاول؟ نقول لهم اشتركوا. نقول لهم اشتركوا، ما ينسوناش في الاشتراك وفي الشير. صح يا باسل؟ صح. يلا مع السلامة، نشوفكم فيديو جديد.